أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم المبارك في الحلقة الأخيرة من حلقات بحث السعادة، هذا البحث يستحق أن نتناوله فترة طويلة من الوقت، ولكن اليوم نختم الحديث في هذا الملف المصيري. نحن سنعيش بإذن الله الأبدية، بإذن الله في مقعد صدق في جنان الخلد مع النبي وآله، هذه أمنيتنا. تخيل الأبدية، تخيل هذه السعادة، أن يعيش الإنسان أبد الآبدين في نعيم لا يفنى، وفي المقابل تخيل الأبدية في عذاب النار، وتخيل العذاب المؤقت. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، لم يدخلوها وهم يطمعون. إنسان على باب الجنة في مرتفع مثلا ينظر إلى نعيم أهل الجنة يتحسر، ينظر إلى جحيم أهل النار ينتابه الرعب. هذا العذاب النفسي كم هو أليم. إذن في هذه السنوات القليلة من الدنيا، من بلغ الأربعين ذهب ثلث عمره، من بلغ الأربعين هذه الأيام يعد نفسه شابا، من بلغ الستين انتهى وقته. إذن هذه السنوات القصيرة بهما نحدد الأبدية والسعادة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني في هذه الدنيا، يره في الآخرة. الآخرة انعكاس لما نعمله في الحياة الدنيا، ليس هنالك من جديد. طبعا باب الشفاعة باب مفتوح، قلنا مرارا وتكرارا نحن لا نعلم متى تشملنا الشفاعة وهل تشملنا أم لا. حديث إمامنا الصادق عليه السلام مخيف، لا تنال شفاعتنا، مستخفا بصلاته. ولا أريد التفصيل، من هو المستخف؟ هل هو التارك؟ هل هو المتقطع؟ هل من يؤخر صلاته عن أول وقتها بغير عذر؟ المهم هنا أبحاث. الشاهد في هذه السنوات القصيرة نحدد السعادة الأبدية، ولهذا البحث مهم. ذكرنا موجبات السعادة، وكل حديثنا مشتق من القرآن والسنة. أخذنا مفردة السعيد في القرآن الكريم، ثم تناولنا السعادة في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من موجبات السعادة فيما تبقى من الوقت، لا نطيل في المقدمات، نريد أن ننهي البحث هذا بإذن الله عز وجل. من موجبات السعادة، بل قل أسعد الناس، التعبير بأسعد الناس، هذا التعبير يلفت النظر. أمير المؤمنين وهو إمام السعداء ختم، بدأ حياته بالسعادة بالبيت، وختمها بالسعادة بالشهادة في البيت.
إمامنا يقول: أسعد الناس من ترك لذة فانية للذة باقية. هذا المبدأ الكلام واضح، ليس فيه غموض. كلمات أئمتنا عليهم السلام تختلف عن كلام بعض المتفلسفين، كلام معقد، اصطلاح لا يعرف ذيله من رأسه، ولكن الأئمة ببيان بسيط حقيقة فيه تبيان. القرآن كذلك، مفردات القرآن المعقدة كم هي في مقابل الكلمات البينة. إمامنا يعطينا ضابط أن تمتلك هذه الرؤية، أنه تقدم الباقي على الفاني. عادة هذا مزاج الأطفال، الطفل يبكي ويصيح يريد منك قطعة من الحلوى وهذه القطعة تضره، كلما تفهمه: يا ولدي اصبر يومين ثلاث تشفى، أعطيك أضعاف ذلك، ولكن الطفل لسفاهته لسذاجته لا يقبل منك ذلك. المؤمن أو العاقل إذا امتلك هذه القدرة أن يقدم الفاني على الباقي، وأي باقي؟ هذه الرواية تعجبني، ما رأيتها حديثا ولكن في بالي من قديم الأيام: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لقدمت الآخرة على الدنيا. إنسان يقول: أعطيك في كل يوم قطعة من الخزف إلى آخر العمر، أو أعطيك قطعة ذهبية صغيرة الآن، أيهما تقدم؟ تقدم الخزف الباقي. فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق؟ يا له من استدلال طريف. أحد العلماء سمعته يقول كلمة جميلة في هذا المجال: علماؤنا خريجوا مدرسة أهل البيت، لو أن المرأة اليوم قالت: يا فلان يا زوجي، اليوم يوم ميلادي، أعطني قطعة سبسبيكة ذهبية، ليرة ذهبية كما يقال، لو قلت لها: يا فلانة لا أعطيك اليوم هذه القطعة، ولكن اصبري بعد سنة سأهديك منجما من ذهب، لو المرأة قالت: لا أريد المنجم، أريد القطعة الآن، تقول: يا امرأة كم أنت غير عاقلة. رب العالمين يقول: اترك هذا المعنى، أكلة محرمة، ذهبت إلى مطعم عالمي، لحم غير مذكى، فخذوا دجاج قطعة لحم محرم. قل: يا نفس دعي هذا الطعام، رب العالمين يعطيك من لحم طير مما يشتهون، اترك هذا الحرام وخذ ذلك الباقي. يوسف الصديق مظهر العفة، لو أنه استسلم لزليخة قبل آلاف السنين، وأنتم تعرفون متع الدنيا دقائق، لذة الطعام ساعة على المائدة، لذة النساء دقائق لحظات وتنتهي، لو أن يوسف استسلم لرغبته بقي يوسف يوسف، نزلت سورة من القرآن باسمه. أنت أيضا امتلك هذا المنطق اليوسفي، كلما واجهت حراما لا تنظر إلى ما أنت فيه. أنا عندما أذهب إلى بلاد الغرب ألتقي بالشباب أقول: أيها الشاب، دراستك في بلاد الغرب 4 سنوات 6 سنوات، ثم تعود إلى أرض الوطن، لا ترجع بالكبائر. كبائرك في بلاد الغرب تعقد زواجك في الوطن، كبائرك في بلاد الغرب تضيق عليك الرزق عندما ترجع، الأمراض البدنية والنفسية تنتظرك. الدنيا برمتها دار مؤقتة. إذن السعيد من يمتلك هذه الإرادة، تغليب الباقي
على الفاني، ومن امتلك هذه القدرة حقيقة لا تبقى للحرام جاذبية بعد هذا المنطق من موجبات السعادة. نلملم الحديث من موجبات السعادة الكبرى، هذا المعنى كان من اللازم أن نذكره في أول الحديث، اليقين. مشكلتنا الإيمان، نحن مشكلتنا في الإيمان، لو وصلنا إلى مقام اليقين هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، لتغيرت حياتنا. لو نظرت إلى ملكوت الحرام، الذي يدفع المؤمن عن المؤمن المصلي في المسجد لأن يغتاب، تقول له يا فلان هذه غيبة محرمة، إن كان مؤمنا يتوقف، وإن كان نصف مؤمن تأخذه العزة بالإثم. ولكن إذا وصل إلى مرحلة اليقين يرى الغيبة أكلا للحم الميتة، هذا يحتاج إلى تذكير أبدا. أحدهم ينظر إلى امرأة نظرة عابرة، هذه النظرة مغفورة الأولى لك ولو كانت عارية تماما. بعض المؤمنين لغفلة ينظر ثانية إضافية، الثانية الأولى هي النظرة الأولى، الثانية الثانية والثالثة والرابعة هذه عليك. البعض منهم لغفلة عندما ينظر حقيقة يرى حرقة في عينه، يرى حريقا في عينه. من أين؟ النظر سهم من سهام إبليس. حقيقة يعيش هذا الملكوت. تخيل إنسان ذهب إلى بلدة في تلك البلدة أصابته طلقة نارية في عينه، يذهب ثانية أبدا. إذن اليقين، إذا وصلت إلى مرحلة اليقين طبيعي هذه المعاني تصبح محلولة عندك. الصلاة في أول وقتها، السعي للمساجد، الأنس بالسجود وغيره، كل هذه تصبح على مزاجك لأنك وصلت إلى مرحلة اليقين. ما أعظم سعادة من بوشر قلبه ببرد اليقين. هذا شاهد من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من موجبات السعادة كلمات قواعد متناثرة، ولكن من المجموع نصل إلى هذه القمة السعيدة. يأتينا مؤمن يقول ساعد الله قلبي، يا فلان ادعو لي، ما مشكلتك؟ يقول أنا أعيش في وسط غير متجانس، الآن العمل الدوام الوظيفي ينتهي، ومتى ما بلغ السيل الزبا كما يقولون أقدم الاستقالة من العمل. البعض من المؤمنين هكذا يقدم الاستقالة من عمله. أقول لما؟ راتبك ينقطع، مزاياك تؤخذ، يقول إلى جهنم وبئس المصير، أنا في عملي أفقد ديني، مالي والمال. الآن العمل علاجه هين، ولكن ماذا أصنع في المنزل؟ زوجتي لا توافقني، أو العكس، زوجة صالحة يقول لي زوج يدمن النظر إلى الحرام، أنا بجواره، زوجته الشرعية متزينة جميلة إلى آخره، لا ينظر إلي وعينه في التلفاز للمناظر المحرمة، ما هذا الذوق الأعوج؟ ماذا أصنع بهكذا زوج؟ أنا والزوجة متفقان، نحن كلانا نعم في جو إيماني، لي ولد لا يطاق، بنت لا تطاق. قبل أيام أحدهم سألنا الدعاء، شكله مكروب ملهوف،
بعض الأوقات نسأل: ما بك يا فلان؟ مرض؟ أزمة؟ مال؟ قال: لا، أنا مبتلى بذريتي. والمصيبة عندما يبتلى الإنسان بذريته من الإناث، الآن الولد من الممكن تصريفه، ولكن ماذا تصنع بابنتك؟ هذا شرفك، هذا عرضك. القضية واقعا خطيرة. إذن من موجبات السعادة أن تعيش في جو عائلي متجانس. ولهذا إبراهيم الخليل عندما أتذكره نذهب للحج، في الطواف، في الحجر، في المسعى، في المسلخ، في الخيف، نذكر إبراهيم عليه السلام. تخيل إنسان يبني البيت العتيق وبجواره شاب كإسماعيل يناوله الطابوق والحجارة، وهنالك جارية زوجة باسمها هاجر تعينه على بناء البيت. ما هذه العائلة المباركة! وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل الباني المقاول هو إبراهيم، والموظفون متمثلة في هاجر وفي إسماعيل. هذه ذرية طاهرة. ولهذا أكثر من هذه العبارة، أنا ما رأيت الرواية، أنا عادة عندما لا أرى الرواية أقول هكذا نقل. أحدهم نقل من العلماء الذين أثق بنقله: كان أكثر دعاء أمير المؤمنين، أنت من شيعة علي أليس كذلك؟ ماذا كان دعاء علي؟ كثيرا ما كان يدعو، يعني سجودا قنوتا. ودعاء علي لا يرد. أو تعلم ماذا كان أكثر دعاء علي على هذا النقل؟ كان أكثر دعائه، أو من أكثر دعائه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولهذا استجيب له منذ الأزل. من ذرية علي؟ الحسن والحسين والعباس وزينب. من هم أحفاده؟ علي بن الحسين إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأسرة المتجانسة، قد تقول: من أين أحصل عليها؟ كيف أفصل زوجتي تفصالا؟ كيف أفصل ابني؟ الأمر ليس بيدي. الجامعة تربي، شبكة التواصل تربي، الشبكة العنكبوتية تربي، أصدقاء الخير أو السوء يربون. أنا ماذا دوري في هذه الزحمة، في زحمة الحياة؟ على كل، الأمر بحاجة إلى برمجة. اختر النطفة الصالحة، موضع النطفة الصالحة. إياك وخضراء الدمن، ساعة عقاد النطفة، ارفع يديك بالدعاء. ساعة خروج الولد من بطن أمه، عليك بالدعاء. سنتي الرضاعة، عليك بالدعاء. قبل البلوغ، عليك بالمراقبة. يوم البلوغ، عليك بالمراقبة إلى آخره. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمائله. أنا أرى بعض الأطفال الصغار أقول: أنت ابن فلان؟ يقول: نعم. الشباه شكلا وخلقا ومنطقا، كما كان علي الأكبر صلوات الله عليه. ولهذا أخي المؤمن، أختي المؤمنة، وأنت تسمع حديثي هذا، انظر إلى نفسك. حديثنا مع أنفسنا من بركات الجمعة والجماعة، أن نقف مع أنفسنا. بنيت منزلا، هيأت لأولادك دارا بعد موتك يسكنون هذه الدار التي عرقت علي، بذلت عليها عرق الجبين. ولكن سؤال بريء: الوقت الذي صرفته على البنيان أكثر، أم الوقت الذي صرفته على ذريتك؟
وتعلم أن البعض يبلغ وأبوه لا يعلم، تقول بنتك متى تبلغ؟ يقول لا أدري. ولدك متى يبلغ؟ لا أدري. بعض الأخوات أرسلن لي رسالة عتابية فيها لحن الاعتراض، لا أقول الدعاء على الوالدين، يقول ما هذا الأب، ما هذه الأم، بلغت سنوات وأبوي لم يذكراني بذلك، أنا الآن في الخمسين مثلا، كم أقضي من الصلاة والصيام؟ الأبوان ما قالا لي ذلك، في قلبها حرقة، لا أقول حب الانتقام، ولكن عتاب كثير. هذا الأب إذا مات البنت تترحم عليه، إلا من باب الإلزام لا تذكره بخير. إذن إخواني أخواتي، علينا بتحقيق هذا المبدأ في السعادة، من سعادة الرجل الولد الصالح. نغلق هذه الفقرة. من موجبات السعادة أيضا لمن أراد أن يكون سعيدا أن تكون مقبولا اجتماعيا. أحدهم ذكر في مكان ما، مع الأسف قيل لي فلان لا تصدق ما يقول هذا الإنسان، كلما قال شيئا افترض العكس، هذا لا يوثق بكلامه. أن تكون موثقا، لا أقول عادلا، إذا صلى خلفك الناس هنيئا لك، ولكن إذا ما وصلت للعدالة على الأقل كن ثقة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمور الدين والدنيا. واقعا بعض المؤمنين إذا أودعته زوجتك في سفر تجعلها في منزله مثلا، أو أودعته ابنتك، أودعته الملايين، نعم تؤمنه تماما. إنسان مؤمن، وأحتمل أنه فقير شرعي، يعني لا يملك قوت سنته، ولكن بمناسبة بيده الملايين، بيده مثلا صندوق أحدهم، قلت له يا فلان أصدقني القول، أنت الآن أمين لا شك فيه، أنت ثقة لا شك فيه، ولكن نفسك نازعتك ولو خيالا وهما أن نأخذ من مال فلان، وإذا أخذ لا يعلم. قال يعني شهادة أمام الله عز وجل، بيني وبين الله نفسي لم تنازعني. دعنا عن العمل في مقام العمل، القضية لا تقع، ولكن على مستوى التفكير والهاجس هذا المعنى لم ينتابني هنيئا له. إذن أن تكون على مستوى الوثوق أمام المؤمنين والمؤمنات، هذه من موجبات السعادة. من موجبات السعادة الآن كلمة الجمهورية، كلمة متداولة هذه الأيام، نظام سياسي. أمير المؤمنين في رواية نادرة استعمل هذا الاصطلاح كلمة الجمهور، يقول من كمال السعادة السعي في صلاح الجمهور، أن تكون مهتما بنفسك. بعض الناس إذا استقرت أموره، زوجة، منزل، مال، دابة، كأنه لا مشكلة في العالم، بينما يأتي الرجل إلى المنزل كئيبا حزينا، تستقبله زوجته مائدة شهية في وضع مناسب متزينة له مثلا، صاحبنا لا يبتسم لا يضحك، يقاطع الطعام، ماذا جرى بك؟ يقول سمعت خبرا مزعجا في بلاد المسلمين. هذا القلب المرهف قلب نعم له قيمة عند الله عز وجل. إذن السعي في صلاح الجمهور، وهنيئا لمن توفق لذلك.
بعض الأوقات أرى وثائقية كما يقال هذه الأيام، بعض الكفرة بعض الفجرة ممن لا يعتقد بالنعم بالمبدأ والمعاد لهم دور ما في إنقاذ شعوبهم، يرفعون شعار العدالة شعار الحرية الخلاص من الاستعمار محرر الهند وغيرهم. أقول كافر يفكر في جمهوره، كافر يفكر في وطنه، أنت المؤمن أولى بهم من ذلك، أن تعيش هم الناس وهم المجتمع. من موجبات السعادة أيضا كلام أمير المؤمنين، موجبات السعادة نتعلمها من المولى صلوات الله عليه، إذا اقترن العزم بالحزم كملت السعادة. رأيتم سلك الكهرباء؟ سلكان إذا اجتمعا جرى التيار، سلك يمثل العزم وسلك يمثل الحزم. البعض له عزيمة ولكن لا حزم له، يأخذ قرارا في مقام العمل في أول منغص في أول مواجهة يتراجع عن قراره، وأخيرا ختامه مسك. هذه الرواية ادخلها لآخر حديثي خير الكلام ما ختم به إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، يقول أسعد الناس الآن العازم والحازم، الذرية الصالحة، اليقين كله جيد، ولكن أمير الملاكن أمير المؤمنين يقول أسعد الناس من عرف فضلنا، من كان في هذا الطريق، من كان في طريق الولاية. أنت على الجادة، ما دمت على الجادة أسرع السير، ابحث عن الكمال، ولكن أمير المؤمنين ولكن أمير المؤمنين يضيف فقرة، عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا، هذا هو الشعار. أن توالي عليا في مقام العمل لا تتشبه به، هذه المعرفة ناقصة، وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إليه ندبنا. نحن لنا توصيات، لنا أوامر، لنا آداب، لنا سنن، عليك بهذه السنن وانتهى عما عنه نهينا، فذاك منا وهو في دار المقامة معنا. إذن من كان على اعتقاد صحيح، من كان مواليا لأهل البيت مؤتمرا بأوامرهم منتهيا عن نواهيهم، له ذرية صالحة يحمل في قلبه هم المجتمع، هذا الإنسان من أسعد السعداء، من كان هذا منهجه في الدنيا من المتوقع أن يكون في الآخرة عند النبي وآله. كلمة أخيرة، إذا رزقت الإقبال تحت قبة الحسين عليه السلام، وضعت رأسك في الحجر في الطواف، وصلت إلى الحطيم في روضة النبي، إذا أدركتك الرقة أخي المؤمن أخت المؤمنة، قل يا رب لا أريد الجنة، أنا الجنة أتوقعها، أليس هذا ظني أن أدخل نار جهنم؟ الجنة إن شاء الله نتوقعها بفضل ولاية أهل البيت والعمل بما قالوا، ولكن يا الله يا رحمن أريد منك أن أعيش الأبدية أبد الآبدين، ولكن أين؟ بجوار محمد وآل محمد. أريد أن أكون في رتبتهم، أكون مرافقا لهم، إن أكثرت هذا الدعاء إلى آخر العمر
يرجى أن يستجاب لك ذلك. ونحن نقول في هذا المقام: إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اجعلنا من رفقاء محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.